السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدو دجاج مشرمل وطايب في الفرن على شكل طاجين، وغادي نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نديرو غادي نصغبو الشرمولة ديالنا اللي كتحتوي على كل من التوابل اللي كاين: الملح، الإبزار، الشاونية أو التحميرة، سكينجبير، الكركم والكمون. غادي نضيفو ليه جوج مقدار ديال جوج معالق ديال الخل الابيض، وممكن نعوضوه بعصير الحامض، وجوج معالق ديال زيت الزيتون، كذلك الربيع القزبور والمعدنوس مقطعين، ومقدار ديال 3 حتى 2 ديال فصوص الثوم مفرومين. غادي نخلطوا هاد العناصر مزيان مع بعضها باش نحصلوا على الشرموله ديالنا باش نشرملو الدجاج. الشرموله ديالنا هي واجده، وغادي نضيفوا لها الدجاج المقدار اللي وضعت ديال كيلو ديال الدجاج، ومن جهه الصدر قطعته طريفات كما كتشوفوا في الصوره. غادي نمزجوا هاد العناصر مع بعضياتها مزيان حتى تدخل الشرموله مزيان للدجاج، وغادي نخليو هاد الدجاج مشرمل في الثلاجه لمده ربع ساعه. من بعد ما الدجاج ديالنا تشرمل لمدة 15 دقيقة، غادي ناخدو اللاطة اللي غادي تدخل الفرن، وغادي ندهنوها بشوية ديال الزيت، وغادي نحطو شرائح ديال البصل. هنا عندي مقدار ديال 3 البصلات صغار أو مقدار ديال 2 بصلات كبار، ويمكن لك انتيا تشوفي الكمية ديال البصل على حساب اللاطة اللي عندك أو تري اللي غادخلي الفرن. هاد الوصفه كتجي لذيذه بزاف، راني ديجا جربتها، وغادي هذه المره الثانيه كنديرها. غادي نوضعوا شرائح ديال الطماطم. هنا عندي مقدار ديال 2 ديال مطيشات كبار، وغادي نضيفو شرائح ديال الدجاج اللي شرملنا من قبل. الشرموله اللي بقات لينا غادي نضيفوا لها 4 كاس ديال الماء، وغادي نزيدوه على هذا الطبق من الفوق. غادي ناخذوا شويه ديال الزيتون الاخضر مقطع طريفات، غنوضعوه من الفوق، وغندخلوا اللاطه ديالنا ديال الدجاج المشرمل يطيب لمده 35 دقيقه مع المراقبه. وناخذوا ديك المرق مره نبقاو ناخذوه بالمعلقه ونضيفوه على الدجاج هو داخل الفرن. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وكنشكركم بزاف على المشاهده، وما تنساوش تشاركوا في قناه امل كيتشن لمزيد من العطاء والمزيد من الوصفات. Thank you so much for watching and I hope you guys like the video. Bye.